من لندن ينضم إلينا المحامي وأستاذ القانون الدولي أمجد السلفيتي، أهلا ومرحبا بك معنا. ومن القاهرة أيضا ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، أهلا ومرحبا بك معنا دكتور أيمن. أبدأ من عند السيد أمجد، نريد أن نفهم قانونيا وبالقانون الدولي تحديدا ما تطالب به إسرائيل وتتحدث عنه من تهجير ومن احتلال قطاع غزة وما تريد أن تقوم به في مخيم جنين، كيف يفهم وكيف يرد عليه كقانون دولي؟ طبعا يسعد مساكي ومساء المشاهدين والضيوف. ما تقوم أو ما يقوم به بعض الأشخاص أو الشخصيات من أجنحة الحكومة اليمينية في دولة الكيان الصهيوني هي ربما تكون تعبير عن آراء شخصية. لم يتم تبني هكذا قرار بشكل واضح، ولكن بغض النظر هذا تمهيد لقرار لابد أن هؤلاء الصهاينة يعني ينوون على إتمامه وإنجازه قريبا، إما في الضفة الغربية وهم بدأوا فعلا في قطاع غزة. من ناحية القانون الجنائي الدولي ومن ناحية القانون الإنساني الدولي ومن ناحية القانون الدولي العام، عملية إعادة تهجير أو تهجير أو إعادة توطين أو نقل دون إرادة الشعب الذي يتم نقله، يعني الشعب الفلسطيني إذا لم يكن موافق على هذا التهجير، فهذه تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون الجنائي الدولي وممكن إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية كجريمة منفصلة عن جريمة الإبادة. وكذلك هناك أيضا هذه تعتبر جرائم حرب يمكن التعامل معها من ضمن محاولة الإبادة كطريقة للإبادة وضمها إلى الملف القائم أمام محكمة العدل الدولية، وبذلك يمكن أن يكون هناك نوع من أنواع الكماشة القانونية لمحاصرة العدو الصهيوني. كذلك هناك دور واضح لمجلس الأمن الدولي، حيث أن هذا اختراق واضح لحقوق الإنسان ولحقوق هؤلاء الفلسطينيين إن كانوا في الضفة الغربية. ويجب أن نميز هنا أن الضفة الغربية يختلف وضعها نوعا ما عن قطاع غزة، وذلك لأن المقاومة الفعالة والمسلحة والسيطرة على قطاع غزة هي من طرف المقاومة الفلسطينية حماس. أما بالضفة الغربية فهي ما زالت خاضعة للسيطرة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية ما زالت ملتزمة بكافة الالتزامات بمعاهدات السلام أوسلو، ولذلك هناك مسؤولية واضحة على المحتل، ويجب أن تقوم السلطة فورا بتوجيه إصبع الاتهام للحكومة الإسرائيلية. وهل بالإمكان ذلك حتى من خلال تصريحات، يعني عقب هذه التصريحات وكون من مسؤولين بهذا الحجم، هل من الممكن أن تقوم السلطة بأي إجراء أو أنه يبقى مجرد تصريحات لا تعطي ربما دليلا للتوجه في هذا الاتجاه للسلطة؟ لا أعتقد أنه، رغم أن هذا التصريح هو من وزير، لكن هناك المسؤولية الجماعية عادة ما تلزم الحكومة كونه عضو بهذه الحكومة اليمينية، ولذلك يمكن للسلطة أن تتوجه إلى المنابر الدولية، إلى الاتحاد الأوروبي، إلى مجلس الأمن، وبإمكانها أن يعني تفعل بعض الدول الصديقة للبدء في عملية قانونية.